اهلا بيكم في سكشن النهارده. احنا النهارده هنتكلم عن الجزء اللي هو الجراف سيرش الجوريزمز. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن حاجتين اساسيين اللي هما البريث فيرست والديبث فيرست سيرش. بس احنا في الاول كده هنبدا بان احنا ايه نراجع شويه بيزكس الاول عشان نتاكد ان احنا كلنا شغالين على نفس الليفل. اول حاجه لو ريفيو سريع كده، احنا كنا بنتكلم ان الاوبتمايزيشن الجوريزمز ليها تقسيمه ان هي نوعين. في نوع اللي هي الاستوكاستيك الجوريزم، زي كنا مثلا اتكلمنا عن سيميليتد انيلينج او الجيناتيك الجوريزم. الناحية التانية في حاجات ديترمينستيك. يعني ايه ديترمينستيك؟ يعني هي ما فيهاش راندوم انيشاليزيشن او راندوم بيهيفير، لا انا شغال بطريقة ديترمينستيك. بالتالي لو انا عملت رن عندي او عملت رن على جهازك او عملت رن على الاندا اي حد، هي بالتالي لازم كلها بتطلع نفس الريزلت على نفس الانبوت اللي داخلها. حلو. في نوع منها اللي هو النوميريكال، وفي نوع منه اللي هو الجراف. طب يعني ايه جراف سيرش؟ خلي بالك ان احنا لو احنا بنتكلم عن الاوبتمايزيشن من سكوب كبير شوية، هنلاحظ ان الاوبتمايزيشن هي شغلانتها ان احنا بنتفرج على السولوشن سبيس او السيرش سبيس بتاعنا، وبنشوف والله انهي سولوشن جواه هو اللي بيدينا احسن حل او احسن فاليو للاوبجكتيف فانكشن. حلو. فبالتالي في الاخر انت بتدور جوه السيرش سبيس ده. طيب التدوير ده او الجراف ده، السيرش سبيس بتاعك لو هو جراف فانت بتستخدم جراف الجوريثم. طب حلو. في نوعين من السيرش جوه في الجراف ده. انت عندك حاجه اسمها البلايند سيرش. يعني ايه بلايند؟ يعني انت ماشي انت مش عارف اللي انت بتقابله. طب يعني ايه برضو؟ تعال نقارنها بالانفورمد سيرش. انفورمد سيرش ان انت معاك انفورميشن من قبل كده او معاك نوليدج من قبل كده تخليك تقول والله ان الجزء ده او السوليوشنز دي هيجي منها فايده اكمل وراها ولا لا. فبالتالي يعني ايه؟ يعني انت عارف ان طريق معين لو زحمه فمش همشي فيه. حلو. فانت مش لازم توصل ان الطريق ده زحمه، انت عندك انفورمد سيرش انك فتحت الجي بي اس وشفت الطريق ده، فانت عارف ان هو زحمه، فبالتالي انت مش هتروح اصلا للسكه اللي توديك للطريق ده، هتختار السكه الثانيه اوتوماتيك. مع ان في البدايه انت في الطريق بالنسبه للجزء اللي انت واقف في الاول، لو انت مش عارف انت هتختار على اساس عشوائي او هتختار على اساس اللي هو بطريقه ما، بس انت هل انت لو عندك المعلومه دي هتاثر عليك السيرش سبيس؟ اه هتصغره، بدل ما كان يبقى عندك ثلاث طرق لا انت هتختار من طريقين او طريق واحد وهكذا. فبالتالي لو انت انفورمد سيرش فانت اوريدي معاك معلومه براير من قبل ما تبتدي ايه الطريقه اللي اقدر اميز بيها المسارات الكويسه في الجراف ده او في السيرش سبيس بتاعي، بحيث ان انا ما احتاجش ادور كتير. تعالى عكس ده البلايند سيرش. يعني ايه بلايند سيرش؟ يعني انت ما عندكش اي معلومه براير عن شكل البروبلم بتاعتك، عن شكل السولوشن، فبالتالي انت ما عندكش طريقه غير ان انت ايه تمشي على كل الطرق، تمشي في كل الطرق دي عشان تتاكد ان هي ايه، او تكسبلور الطرق دي كلها. حلو. طيب بس احنا جينا نسال بقى السؤال الاول، هو ايه الجراف ده اصلا؟ يعني الجراف ده فورمال ديفينيشن كده ان هو ماثيماتيكال ستراكشر ذات ديبيكتس بير وايز ريليشن شيب بتوين اوبجكتس. طبعا الكلام ده يبدو في الاخر اللي هو ايه مغلط جدا. طب تعالى نبتدي بطريقه بسيطه شويه. احنا دلوقتي عندنا حبه اوبجكتس اللي هو ايه، تعالى هنسميهم بعد كده فيرتسيز او نودز، الاثنين زي بعض، احنا ممكن نستخدم الكلمتين عادي. ايه العلاقه بينهم؟ هو بيقول لك ان في علاقه بينهم بين النودز دي وبعضها، بعبر عنها على حبه ايدجز. طيب الكلام ده حلو قوي. يبقى بالتالي الايدج ده موجود ايه؟ موجود عشان يربط لي بين اتنين نودز. جميل قوي. طب سؤال، ايه في حياتك ممكن تقابله محتاج انك توصفه بالطريقه دي؟ هتلاقي حاجات مثلا زي السوشيال نتورك. يعني ايه؟ يعني انت لو مثلا بتتكلم على فيسبوك، هو الفريندز اوف فريندز دي هتتمثل بجراف. ليه؟ ان انت في نودز، ولو انت لو الشخص ده فريند عندي فهو في بينه وبينه ايدج. طب لو الشخص ده مش فريند عندي يبقى مفيش بينه وبينه ايدج. الطرق، الرود نتوركس، وهكذا. في حاجات كتير قوي بتتمثل بالجرافز. ويعني ده مهمه جدا لدرجه ان هو في حاجه اسمها الجراف ثيوري، هي كل شغلانتها الجرافس نفسها، البروبرتيز بتاعتها، وازاي تحل او تحل بروبلمز معينه جوه الجراف. تعال نشوف ابسط مثال. لو انت مثلا عندك جراف حاجه اسمها التوبولوجيكال سورت. طب يعني ايه التوبولوجيكال سورت دي؟ ان انت عندك حبه تاسكات او عندك حبه حاجه لازم تتعمل بترتيب معين. حلو. فبالتالي انت عايز تشوف الترتيب اللي بيحافظ على الهيراركي بتاعت التاسكات دي. حلو. طب دي بتتحل بحاجه ازاي؟ بحل زي التوبولوجيكال سورت. حلو. ودي هنتكلم ممكن نتكلم عنها في الاخر خالص يعني. بس في الاخر الملخص في الموضوع ده ايه؟ ان الجرافس دي حاجات مهمه جدا. حلو. طب يبقى احنا دلوقتي نرجع بقى اللي كنا بنقوله. لو احنا بصينا هنا هتلاقي ان الجراف الجي دي معناها الجراف اوبجكت هو عباره عن ايه؟ فيرتسيز اللي هو الفي والايدجز. حلو. ده كده الماثيماتيكال ديفينيشن يعني. فبالتالي احنا قلنا الفيرتسيز دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ست، فهي بالتالي 0 1 2 3 4 اللي هو ايه؟ كل واحده منهم بتمثل فيرتكس من عندي. وعندي ست تانية هي بتعبر لي عن ايه؟ عن الايدجز. لاحظ ان الايدج عشان يتوصف هو مفيش اي حاجه فيه اكتشاف، هو عباره عنك بتقول هو ان في ايدج من النود 0 والنود 1 وهكذا. لما احط الاثنين دول مع بعض يطلع حاجه اسمها ايه؟ الجراف اللي هو اللي تحت ده اللي هو الجي. حلو.
تعال نبص هنا الجراف ده. هو الجراف ده في عباره عن ايه؟ مش احنا عباره عن فيرتسيز اللي هي ايه، 0 1 2 3 4 اللي هي النودز او الفيرتسيز بتاعتي، والناحيه الثانيه عندي ايدجز. تعال نبص هنا، هو من 0 ل 1 يعني ايه؟ يعني عندي ايدج بين النود 0 والنود 1. طب من 0 ل 3، من 0 ل 4، من 1 ل 2، من 1 ل 4، ومن 3 ل 4. هتلاحظ هنا ان اول حاجه هتلاحظها ان انت ان الايدجز دي هي عباره عن ايه؟ نون اوردرد بير. ممكن يبقى ordered pair. طب ده هيبقى هيفرق معاك في ايه؟ هيفرق معاك لو انت الكونكشن من نود للتانيه هو يوني دايركشنال، يعني لو في يعني بالتالي من 0 ل 3 هي 3 ل 0، لكن في بعض الاحيان مش شرط ان الريليشن بتكون رايح زي راجع. تعالى ناخد مثال الطريق. لو انا همثل الطريق عندي بجراف، هل كل الطرق بتبقى ينفع تمشي فيها اتجاهين، ولا ممكن ببقى مجبر امشي في اتجاه واحد؟ ساعات ببقى مجبر امشي في اتجاه واحد. فبالتالي في عندي نوعين من الجرافس وهنتكلم عنهم، ان في حاجه اسمها دايركتد جراف وفي حاجه اسمها undirected graph. حلو، بس تعالى نرجع من كده. بص، ودي ده الماثيماتيكال ديفينيشن بتاع الايدجز عشان لو حد فيكم شايفه في كتاب او حاجه يعني ما ايه ما يبقاش مخضوض. هو يبدو معقد بس هو بسيط. هو عباره عن ست القوسين اللي بره دول وفيها ordered pair such that ان هو اليو والفي دول belong to فين يعني، او جزء من ايه الست بتاعت الفيرتسيز. فهو بس من الاخر بيقول لك ايه، ان انا دلوقتي عندي الايدجز دي هي عباره عن pair middle vertices بعبر بيهم عن ان في كونكشن بين الاوبجكت اللي هو النود دي والنود دي بكل بساطه. حلو، طيب في حبه بقى مصطلحات بنستخدمها مع الجرافس عشان نبقى برضه متفقين عليها. اول حاجه النيبرز. يعني ايه نيبر؟ النودز دي تبقى نيبرنج لبعضها او ادجيسنت لبعضها لو في بينهم ايدج بيكونكت الاثنين ايدجز، بيكونكت الاثنين نودز دول ببعض. تعالى ناخد مثال 0 نود 0 ونود 1، هم دول نيبرز؟ 0 و4 نيبرز لان في بينهم ايدج دايركت. طب بس تعالى نشوف 0 و2، هل في بينهم ايدج دايركت بيوصل الاثنين دول ببعض؟ لا، يبقى دول ايه؟ مش نيبرز. حلو، تاني حاجه الباث. يعني ايه باث؟ لما بقول لك ان انا عايز افايند باث من نود لنود معينه، هو سيكونس من الايدجز والنودز اللي الكونكتد ببعضها اللي بتوصلني من النود دي للنود دي. طيب سايكل. يعني ايه سايكل؟ هو ده سبيشال كيس للباث. معناها ايه؟ ان انا عايز باث بدايته ونهايته مش نودز مختلفه، هم نفس النودز. تعالى نرجع اللي كنا بنقوله. احنا عندنا نوعين من الجراف زي ما كنا بنتكلم، دايركتد وان دايركتد. يعني ايه دايركتد؟ يعني الكونكشن ليه دايركشن او الايدج ده ليه دايركشن، يعني بالتالي الكونكشن من 0 ل 1 غير هو ملوش علاقه بان في كونكشن من 1 ل 0. هنشوف مثال ليها في السلايد الجاي. حلو، فبالتالي طب الموضوع ده هيفرق معاك في حاجه في الريبريزنتيشن؟ لا، هيفرق معاك في حاجه بسيطه خالص، انك هتقولي ان بدل اللي هي ان لو نرجع نبص هنا ان هي بدل ما تبقى اوردرد بير هتبقى ان اوردرد بير بس. فبالتالي هيبقى ساعتها مره ان 0 و1 هو 1 و0، فهم رقمين بيعبروا عن الايدج ده لان هو الايدج ده في الاتجاهين رايح راجع. ساعتها لو انت خليتهم اوردرد هيبقى 0 1 ده ايدج و1 0 ده ايدج تاني. فبالتالي هي بس نقطه في الريبريزنتيشن بس. هل هتاثر معانا في شغلنا في حاجه حتى الان في الالجوريزمز اللي احنا هنتكلم عليها؟ لا، هو الالجوريزم شغال في الناحيتين. حلو، طيب الدايركتد ده بقى في نوعين مهمين ممكن تقابلهم لو انت بتفتح اي كتاب او تقرا عن الموضوع ده. هتلاقي حاجه اسمها دايركت اسايكليك جراف ودايركت سايكليك جراف. من اسمهم سايكليك جراف معناها ايه؟ ان الجراف ده ممكن يبقى جواه سايكلز. طب في سبيشال كيس اهم شويه اللي هي دايركت اسايكليك جراف، وده جراف ما فيهوش سايكلز. ودي هي دي. طب دي ليه مهمه؟ لان فيها حبه ريزلتس لما يبقى الجراف بتاعك اسايكليك جراف بيحل لك مشاكل كتير او بيبقى ليها بروبرتيز مهمه بتحتاجها في شغلك. تعالى ناخد مثال اسايكليك جراف التري. التري عمرها ما تكون فيها سايكل. ليه؟ لان هي بتبتدي من نود وبعد كده تبتدي تبرانش الروت من الروت وتبتدي تبرانش من، فبالتالي استحاله يبقى عندك ايه سايكل منها. طيب الكلام اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي ده كده كلام ماثيماتيكال لطيف، بس احنا في الاخر الجراف ده عايزين ندخله جوه الكمبيوتر وعايزين نخزن الجراف ده بطريقه افيشنت. طب ده ليه يبقى يهمني قوي الموضوع ده يبقى طريقه افيشنت؟ لان في الاخر انت بتتعامل هنا مع جرافس صغيره اللي هو 5 و10 نودز، لكن في الحقيقه تعالى ناخد مثال تعالى نشوف مثلا الفريندز بتوعك على فيسبوك وانت بتتكلم مثلا في 500 او 800 بني ادم. فبالتالي لو كل واحد فينا يعني احنا اصلا 10 افراد، كل واحد فينا محتاج 800 نود حواليه عشان يعبر بيها عن الفريندز بتوعه. فبالتالي طبعا لو انت الموضوع ده مش افيشنت في الاستورج بالتالي ايه هيبقى كومبليكيتد جدا. حلو، فبالتالي جراف زي ده عشان تقدر تعمل عليه اي اوبريشن لازم يبقى ايه متخزن بطريقه افيشنت. حلو، طيب ابسط طريقه واسرع طريقه للموضوع ده حاجه اسمها الادجيسنسي ليست. هي ايه الادجيسنسي ليست دي؟ هي عباره عن ليست فيها النودز بتاعت الجراف وكل نود من دول اتاتشد ليها حاجه اسمها لينكد ليست. يعني ايه لينكد ليست؟ مش مهم قوي التفاصيل، بس هي في الاخر حاجه عباره عن ليست بتسلم بعضها. يعني ايه؟ يعني انا بخزن واحد جنبها بوينتر لثلاثه بعدها بوينتر لاربعه وهكذا.
طب انا يهمني في ايه؟ ان انا كل نوت بتقول لي النيبرز بتاعها، فبالتالي انا دلوقتي انا كده عرفت النوت صح. طب الايدجز هعرفها ازاي؟ مش انا عندي كل نود فيها النيبرز او الاسهم اللي طالعه منها، يبقى انا بالتالي لو انا عندي نود 0 عندي كام؟ واحد، ادي من 0 ل 1 دول نيبرز، ادي 1 و3 او 1 و4، 1 و0 و1 سوري 0 1 0 4 و0 3، دي كده ايه النيبرز بتوع النود دي، عشان كده اسمها ادجيسنس ليست، ان انا بتجيب لي النودز الادجيسنت بتاعه كل نود انا واقف عندها. طب ايه فايده الموضوع ده؟ ان انا دلوقتي لما نيجي نتكلم شويه في الالجوريزم كمان 2 سلايدز هنبتدي نفسنا بنلاقي نفسنا محتاج نجاوب سؤال قوي، اللي هو ايه؟ لو انا واقف عند نود معينه مين النيبرز بتوعي، فانا محتاج اجاوب الكويري ده بسرعه. حلو، فبالتالي الامبلمنتيشن بتاع اللينكد ليست ده ميزته في ايه؟ ان انا اقدر اكويري المعلومه دي بسرعه، وفي نفس الوقت هو مش بيستهلك ميموري كبيره قوي. يعني لو حد مهتم اكتر بالتفصيل، في حاجه اسمها adjacency matrix وفي حاجه اسمها الست ريبريزنتيشن، الاثنين دول مش افيشنت خالص في حوار الميموري، ولا افيشنت الناحيه الثانيه في حوار ان انت في الميموري، او ان انت الناحيه الثانيه يكون ان يقدر يكويري النيبرز بسرعه. طب يعني ايه بقى اخر حاجه نتكلم عليها في الاساسيات؟ ان هو في حاجه اسمها جراف ترافرسال. حلو، لو احنا خلي بالك ان احنا كنا بنتكلم على بلاين سيرش، فبالتالي احنا ما عندناش براير انفورميشن تساعدنا ننقي نمشي ازاي في الجراف ده، فبالتالي احنا لازم نترافرس الجراف كله. يعني ايه ترافرس الجراف؟ انك تقف عند فيرتكس معينه وتفايند باث لكل اذر فيرتكس. يعني ايه كل اذر فيرتكس؟ او لكل فيرتكس ثانيه. يعني انت بالتالي لازم تقف عند نقطه معينه، start at the vertex and find the path to every other vertex. يعني ايه every other vertex؟ باقي ال vertex اللي في ال graphs كله. حلو، ده مختلف شوية عن نقطة ال path planning. ليه؟ لأن ال path planning أنا هدفي أوصل لنود معينة أو ل vertex معينة، فبالتالي لو أنا وصلت لها أنا مش مهتم بباقي الدنيا. حلو، بس الاتنين في الآخر هما فيهم concepts مشتركة، إن أنا محتاج explore الجراف كله. حلو، طيب ال graph traversal فيه نقطتين، او الناحيه يعني عشان نتكلم بطريقه اوضح، احنا عندنا في خطوتين لازم نعملهم. في حاجه اسمها فيزيت ان الفيرتكس او فيزيت النود، ان انا اروح هناك اوصل هناك اول مره. حلو، تاني نقطه ان انا اكسبلور النود دي. يعني معناها ايه اكسبلور؟ عشان لو حد فيكم قراها في كتاب، ان انا اقدر اطلع النيبرز بتوعها كلهم. الفرق بين البي اف اس والدي اف اس هو الطريقه اللي بيعمل بيها الحركتين دول، بس هو في الاخر هو الكومبوننتس من جوه هو فيها النقطتين دول بس، ان انا بروح عند نود واشوف النيبرز بتوعها بس، مين بيتعمل قبل مين او مين بيتعمل ازاي، ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. تعالى نتكلم على اول حاجه هي البريث فيرست سيرش. حلو، من اسمها هي البي اف اس هي عباره عن ايه؟ الالجوريثم هي بسيطه جدا، انا هتقف عند نود وتشوف النيبرز بتوعها. حلو، طيب هتعمل ايه بقى بالنيبرز بتوعها؟ هتروح تاكسبلور النيبرز كل واحده منهم وتشوف كل واحده منهم النيبرز بتوعها ازاي. بس هي في نقطه، ان انت مش بتروح تبتدي تاكسبلور النيبرز بتوع نود معينه غير لما تخلص النيبرز بتاعت النود اللي في ايدك. يعني ايه؟ خلي بالك ان هنا في محتاجين نجاوب سؤالين. اول حاجه، طب لو انا عندي نود انا شفتها قبل كده، لو انت كده معرض ان انت تفضل تكمل، هل انت معرض ان انت يبقى عندك انفاينايت لوب ولا لا؟ دي نقطه رقم حاجه. رقم اتنين، ان انت لو انت فضلت رايح راجع على سايكل، فبالتالي هيقابلك مشكله اللي هي ايه؟ ان انت كده عمرك ما هتخلص، فبالتالي لازم تبقى عندك طريقه تعرف بيها النودز اللي انت شفتها قبل كده، فمش ده انت مش محتاج تروح لها تاني. تاني حاجه، ان انت محتاج تستور الحاجات اللي انت شفتها، النيبرز اللي انت شفتها وعايز ترجع لها دي. حلو، فبالتالي تعال نبص هنا، انت اول حاجه وقفت عند ايه صح؟ هتلاقي ان النيبرز بتاعتها بي وسي، فهتروح تخش بي وسي. هل بيخش الدي ولا بيخش السي الاول؟ لا، هو لازم يخلص الليفل ده اللي هو البي والسي مع بعض. استنى تاني الانيميشن يشتغل، بعد كده هو هيروح يشوف السي، والسي لقى النيبرز هنا وهنا لقى النيبرز هنا. خلي بالك اللون الرمادي ده معناه ان هو لقى ان في نيبرز بس. حلو، ما بيروحش يشوفهم غير امتى؟ غير لما يخلص الليفل اللي هو فيه ده اللي هو السي، لازم يروح السي الاول وبعد كده يروح يشوف الدي والاي. ونفس الكلام هنا مع الاتش، هو عمره ما هيبص للاتش غير لما يخلص الليفل ده اللي هو ايه؟ الدي والاي والاف والجي. حلو، طب تعالى نمبلمنت الكلام ده ازاي. خلي بالك ان احنا عشان نختار انت عندك مقارنتين سهلين. انا دلوقتي دخلت، انا هحتاج اخزن الداتا دي صح؟ ايه اللي انا محتاج اطلعه الاول؟ النودز اللي انا لسه يعني النودز بتاعت بي، هل انا محتاج اطلع الاي؟ ما هو دلوقتي لو بي دي مش هي النيبرز بتوعها الدي والاي صح؟ سؤال بقى، انا دلوقتي المفروض اروح اطلع مين الاول اروح لها؟ السي ولا الدي والاي الاول؟ السي، يبقى بالتالي هي السي دخلت الكيو بتاعي الاول، وهيبان ده اكتر في الاكزامبل يعني. فبالتالي انت محتاج كيو. يعني ايه كيو؟ يعني اللي دخل الاول يطلع الاول. حلو؟ طب تعالى نبص كده الالجوريثم هيبقى ليه، يعني الكود ده كده هيبقى عامل ازاي؟ انت اول حاجه هتعمل كيو جديد،
كيو اوبجكت جديد قوي وتحط فيه الانيشال سيت بتاعتك لغايه انا ما فيش حاجه صعبه. طب فيزيت دي بتعمل ايه؟ هي ليست شايله جواها النودز اللي انت عملت لها فيزيت، عشان لو انت جالك حاجه انت عملت لها فيزيت خلاص مش محتاج تروح تاني. حلو، تعال نشوف. طالما الكيو مش فاضي، خلي بالك ان دي المين لوب الكبيره خالص اللي بره دي. حلو، طب هتعمل ايه؟ هتطلع الكرنت، هتطلع اخر حاجه على الكيو. طب اخر حاجه على الكيو دي لما تعمل لها دي كيو، دي اول حاجه دخلت ولا اخر حاجه دخلت؟ لا دي اول حاجه دخلت. حلو، طب ايه اللي بيحصل جواها؟ بتقول والله انا هحط فيها، انا كده دي الكرنت ستيت، مش انا رحت هناك يبقى انا كده كاني عملت لها ايه، او انا كده اكشلي عملت لها ايه، انا رحت عملت لها فيزيت صح. طب لو هي، طب بعد كده هتعمل تشيك بسيط ان هي لو دي الجول ستيت اللي انت عايز توصل لها هنوقف خلاص، انت كده محتاج تقولي ان الباث اخره الكرنت ستيت وخلاص كده ايه، احنا كده خلصنا سيرش. حلو، طب لو ده ما حصلش هتعمل ايه؟ هتشوف والله هتقف عند كل الكرنت ستيت دي، مش هي ليها نيبرز او ليها تشيلدرن؟ طب هتشوف والله التشيلدرن ده لو فيزيتد دخله الكيو، لو مش فيزيتد، لو مش فيزيتد هتدخله الكيو، لو فيزيتد خلاص انا مش محتاج احطه في الكيو لان هو كده ايه، اكيد هيبقى اوريدي موجود هناك، يا اما انا اوريدي عملت اكسبلور للجراف ده. طبعا الكلام يبدو ابستراكت دلوقتي، تعالى ناخده على مثال في الحقيقه نشوف هو بيتعمل ازاي. تعالى نبتدي هنا، تعالى نبتدي هنا، احنا عايزين نوصل للفيرتكس بتاعت زيرو، عايزين نعمل رن. تعالى بص هو ايه اللي بيحصل هنا، هو راح شاف واحد وشاف اتنين، هيشوف ايه؟ تلاتة واربعة. تعالى نقف هنا لحظة، هل هو هيروح يشوف من واحد لخمسة او من واحد لستة او من اتنين لخمسة او الباقي جرافس دي كلها؟ لا، هو شغال ايه؟ بيت فيرست. تعالى نبص هنا الكيو، يبقى تعالى نبص كده، تعالى نرجع هنا خطوة لورا، هو هنا الكيو بتاعي فيه ايه؟ اول لما تبتدي هتبقى فيه الكيو بتاعك هيبقى فيه الزيرو صح؟ طب هتروح تلاقي ان الكيو، ان النودز النيبرز بتاعتك اللي هم ايه؟ هتلاقي ان هو واحد واتنين وتلاتة واربعة، يبقى دول هيروحوا فين؟ للكيو صح؟ هيخشوا الكيو. لما اجي اكسبلور النيبرز بتاعت كل واحده فيهم هبتدي بمين؟ انا خلي بالك هتبتدي باربعه ولا هتبتدي بواحد؟ هو ده الفرق. لو هو انت كيو هتبتدي تشتغل بواحد، لو انت ستاك هتشتغل باربعه. طب لو انت كيو هتشتغل بواحد ليه؟ لان واحد دي اول واحده دخلت. حلو؟ بعد كده لما تعمل ستيب كمان بلاي اهو هتلاقي ان هو طلع واحد وراح من واحد شاف النيبرز بتاعتها صح؟ لا اتنين، هي اتنين دي مش اتنين دي فيزيتد هنا؟ طب خلاص يبقى انا كده محتاج اروح لها؟ لا ليه؟ ان انا خلاص اوريدي شفتها، انا مش محتاج اشوف النود دي كمان. طيب هيبص تاني هيلاقي ايه؟ ان في اوبشن يروح لسته، فتعالى كده نروح شايفين هنروح رايح لسته ايه؟ لا ان سته مش فيزيتد فهروح لها. طب سؤال بقى نرجع تاني، هل هيروح هنا لسته؟ لو ركزت هو خلي بالك ان هو لما بيقف هو لازم يرجع، لو احنا رجعنا للكود هتلاقي ان هو لازم يعمل ايه لما بيرجع تاني، طالما الكيو مش امتي انا هروح افضي من الكيو، هو ملوش دعوه ان هو لو خلص نود معينه هو لازم يرجع للكيو ويبتدي يفضي منه تاني، فبالتالي لما ترجع هنا هو ايه اللي هيحصل؟ هو خلص النود دي صح؟ مش هو راح شاف النيبرز بتوعها لقى نيبر واحد اللي هو السته خلاص. طب سؤال بقى وحطها في الكيو، طب سؤال بقى هيرجع هنا يكمل من السته ولا لا؟ لا هو هيرجع يشوف الكيو في مين، الكيو في مين كان اخر واحده؟ الاثنين، هيرجع يشوف نود 2 يبتدي يتحرك منها تاني في الكيو، فيبتدي لما تعمل بلاي كده كمان مره هيروح يبص على الاثنين. طب هو لقى هنا واحد من الاثنين، ده مش هنا في ايدج يعتبر من 2 لواحد؟ طب ده هل ده مفيد ليا ليه؟ لا هي واحد اوريدي فيزيتد فانا اوريدي مش محتاج ابص عليها. طب تعالى يبص هنا، هيروح يبص باصص تاني لقى ايه؟ الخمسه. طب الخمسه دي فيزيتد قبل كده؟ لا، فهيروح يعمل ايه؟ يروح هناك. طيب سؤال بقى، راح الخمسه هتلاحظ ايه؟ هو راح الخمسة شاف ليه راح لتلاتة؟ ليه ما اتحركش من الخمسة؟ نفس الفكرة ان انا بتحرك الكيو في مين؟ في دلوقتي التلاتة. ليه؟ لان انا بتحرك ليفل وايز، انا بالتالي لازم اتحرك، لازم اخلص واحد اتنين تلاتة اربعة بترتيب دخولهم للكيو، وبعد كده ابتدي اتحرك من خمسة وستة والكلام ده كله عشان اكمل اكسبلوريشن بتاعي. فبالتالي لو انت رحت عملت كده هتقف عند تلاتة هتلاقي ان دي نود انت عملت لها فيزيت فخلاص ملهاش معنى بالنسبة لك، هتروح رايح لاربعة هتلاقي ان انت ستة ملهاش معنى بالنسبة لك، هترجع ساعتها تكسبلور ايه بقى؟ ستة اللي هي ايه؟ اللي هي كانت داخله الكيو من فتره، بس ايه اللي حصل؟ ان هي في ناس سابقاها في الكيو فلازم تخلص عليها، لازم تعمل تشوفهم هم الاول. حلو؟ فهتلاقي السته وبعد كده هل من سته لخمسه حاجه ليها معنى؟ بالنسبه لك لا، لكن هترجع ساعتها تروح ايه؟ شايف خمسه، خمسه رايحه شايفه ثلاثه بالنسبه لها نود مش جديده، سته نود مش جديده، سبعه هي النود الوحيده اللي مش فيزيتد. حلو؟ فهتروح رايح هناك. بس كده. وبالتالي ساعتها يبقى انت كده خلصت
البي اف اس او الترافرسال بتاعك بالبي اف اس. طبعا ساعتها لو واحده منهم كانت هي الدايركت بتاعك، هتبقى انت ساعتها تروح على التيرمينيت عندها وتقول والله انا لقيت الباس الفلاني ده. حلو، طيب ده كده اول مثال. الويب سايت ده لطيف جدا، هبعت لكم اللينك بتاعه موجود في السلايدز. انت ممكن تعمل حاجات كتير بقى. انت ممكن تعمل اول حاجه من نوعيه ان انت يجي لك دايركتد جراف ولا اندايركتد جراف، يعني ممكن هنا الجراف هيبقى فيه اسهم فيقدر يقول لك، ممكن يبقى فيه جراف صغير وفيه جراف كبير. بس انت الجرافز دي انت ممكن ايه، هو بيثبت عدد النودز من 0 ل 7 لكن الكونكشنز بتاعتهم متغيره، فبالتالي تقدر ايه تجرب تتكلم او تجرب زي ما قلت تلعب فيها شويه عشان تتفرج ايه اللي بيحصل. حلو، طب الادجيسنسي ليست هي نفس اللي كنا بنتكلم عليه ان هي لينكد ليست، فبالتالي عندي من 0 ل 2 ومن 2 ل 3 وهكذا. فبالتالي انت عندك 0 وبعد كده عندك 1 وهكذا. الكونكشنز من كل النودز دي معناها ايه؟ ان انا لو انا وقفت عند الزيرو دي وعملت كويري مين الادجيسنس بتوعي او مين النيبرز بتوعي، هيطلع لي واحد وهكذا، هيطلع لي النودز دي وهكذا. في حاجه اسمها الادجيسنسي ماتريكس، ده اللي هتلاحظه ان هي عباره عن ماتريكس ان باي ان فيها واحد واحد او واحد، اللي معناها ان في ايدج موجود او ده. طبعا لو انت دايركتد جراف ان دايركتد جراف هيبقى لازم يبقى سيمتريك على الدياجونال ده. ليه؟ لان هو اي كونكشن من 0 ل 1 هو كونكشن من 1 ل 0. لكن لو دايركتد جراف يعني الايدجز في الاتجاهين غير بعض، فبالتالي ده مختلف. ايه مشكله الماتريكس ريبريزنتيشن ده؟ ان هو ميموري انتنسيف جدا. ليه؟ لان انت عندك ماتريكس ضخمه جدا، خلي بالك ان معظمها صفار. ليه؟ لان الجراف ده بيبقى سبارس، لان معظم الجرافز بتاعتك ما بيبقاش فيها كونكشنز دنس قوي بين النودز وبعضها. انت عندك اهو احنا بنتكلم 7 في 7 او 8 في 8 سوري، انت عندك فيه كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ف 11 من 64 وباقي الكلام ده كله هي عباره عن زيروز انت بتشيلها على الفاضي. فبالتالي ده اللي بيخلي الادجيسنسي ماتريكس مش اكتر امبلمنتيشن مفيد للميموري. فبالتالي اللينكد ليست لا، عدد الفاليوز اللي انت محتاج تعمل لها ستور بيكون اقل شويه. حلو، طب تعالى ناخد اكزامبل تاني اللي هو ايه، احنا عايزين نحل الـ 8 بازل بروبلم. او تعالى من اختصار كده، هي ايه الـ 8 بازل بروبلم؟ ان انا دلوقتي عندي ال اسمه ايه ده الفيز ده من 0 في ارقام من 1 ل 8 وعندي بلانك جواه. حلو، انا عايز احرك البلانك دي عشان اوصل للمنظر ده. حلو، يعني انت عايز تفكر فيها، فكر زي السودوكو مثلا او الروبيك كيوب. الحاجات دي كلها تعتبر ايه على فكره، باي ذا واي الجراف الروبيك كيوب والسودوكو الاثنين لو انت عايز تحلهم على الكمبيوتر هما بيتحلوا بجراف الجوريثم. بس ما علينا دلوقتي، خلينا نشوف دلوقتي احنا عندنا الاوبشنز المتاحه ايه. ان انا دلوقتي عندي الانيشال ستيت دي، انا عايز اوصل للليفل للجول ستيت دي. ايه الاوبشنز المتاحه اللي عندك؟ انك تحرك البلانك دي يا فوق يا يمين يا شمال يا تحت. في الكيس بتاعتنا ما ينفعش تحرك يمين طبعا، بس احنا عايزين نشوف السولوشن. خلي بالك في نقطه مهمه، ان انت لو انت جاي لك سؤال في امتحان او حاجه او كامبلمنتيشن حقيقي، فانت لازم تبقى عندك قرار. لو انت عندك كذا نود نيبرز هتختار انهي واحده فيهم؟ المفروض انك بتختار اول واحده. فاول واحده دي على انهي اساس؟ لو هي ست فانت بتختار. فمثلا لو انت بتحلها في مساله في الحقيقه، فانا هقول لك ايه، اختار ان في اكسبلوريشن معين، ان انت عايز تبتدي اختار الاول اللي فوق، بعد كده الشمال، بعد كده تحت، بعد كده يمين، بحيث ان يبقى عندك كرايتيريا ان احنا كلنا نطلع نفس الحل. في الحقيقه انت ممكن تختار واحد منهم، يعني انت ممكن تختار اي طريقه، المهم انك تبقى كونسيستنت. ليه؟ عشان دي خلي بالك ان احنا قلنا دي ترمينستك، فانا عايز يطلع نفس الحل كل مره. فبالتالي انك لازم تاخد القرار بطريقه معينه بس تثبتها على كل الاختيارات بتاعتك. حلو، وغالبا مثلا لو احنا رجعنا للويب سايت ده، هو بيختار على انهي اساس النودز بتاعته؟ هو بيختارها على اساس ان هو الرقم الاقل، يعني لو عنده 2 و3 هيروح ل2 الاول وهكذا، او هيحط 2 في الكيو الاول وهكذا. طيب تعال نبص هنا، احنا هنا عندنا كام اوبشن؟ 3. يبقى انا دلوقتي عندي كام نود، او عندي كام نود ممكن اروح لها؟ عندي 3 نودز صح، مش كل نود من دول بتعبر لي عن على شكل للفيس ده او للبازل دي. حلو، لو انا اتحركت كده، لو انا جبت المربع ده هنا، لو انا اتحركت على نبتدي الاول، لو انا اتحركت لفوق عملت اول موف لفوق، فهيبقى ده منظر الايه البازل. طب لو انا اتحركت لتحت، او اللي تعالى انا اتحركت لتحت، هتلاقي ده منظر البازل بقى كده. لو انا اتحركت شمال ده منظر البازل. حلو، طب تعالى نبص كده للكيو هيبقى عامل ازاي. ده كده الكيو بعد اول حركه، اللي هو ايه اللي هيحصل؟ انت عندك كام اوبشن؟ 3. دول 3 نودز ينفع اروح لهم، فهتلاقي ان هو واحد واحد يا فوق يا شمال يا تحت. طيب تعالى نبص هنا، انت كده خلصت انهي نود؟ اللي هي ليفل 0 صح.
تعال نبص هنا، انت هتطلع مين في الكيو؟ احنا قلنا الاكسبريشن بتاعنا ازاي، فوق بعد كده شمال بعد كده تحت، يبقى فوق بعد كده شمال بعد كده تحت. عشان كده ده السؤال بتاع الترتيب، هل انت ينفع تحلها ترتيب مختلف؟ ينفع، بس الفكره في ايه؟ انك تبقى كونسيستنت. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت ان انا همشي لفوق بعد كده شمال بعد كده تحت، هدخله من الكيو بالترتيب ده، يبقى لازم بعد كده تمشي الناس كلها بنفس الترتيب. حلو. طيب تعالى كده، احنا كده خلصنا اول لوب، خلصنا اول نود دي، صح؟ هتعمل ايه لو انت تفتكر؟ لو احنا رجعنا للكود، انت بعد ما بتخلص هنا خلصت التشيلدرن كلهم حطيتهم في الكيو، صح؟ بيحصل ايه اللي بيحصل هنا؟ بتروح مطلع اول حاجه في الكيو، وتبتدي تشوف النود الجديده دي اللي هتبتدي منها نفس كل مشاكلك تاني خالص. حلو. هتروح مطلع انهي واحده من الكيو اللي هي واحد، تعالى بتروح هنا، صح؟ طب انت واقف هنا، انت عندك كام اوبشن؟ تعالى نعمل لك برزنتيشن هيبقى اوضح شويه. حلو. ودول الثلاثه اوبشنز بتوعي. طيب بعد كده هروح مطلع انهي واحد؟ اللي هو الواحد، اللي هو ايه؟ واحد لفوق، صح؟ طيب هو واحد لفوق ده انا عندي فيه كام اوبشن حركه؟ هو اوبشن وحيد اللي هو ايه؟ ان انا احرك البازل او البلانك دي احركها شمال. حلو. فساعتها هل عندي اوبشن ثانيه؟ لا، هحط ده. بس سؤال بقى، مش هي واحد دي انا عملت لها رحت لها خلاص؟ مش انا كده عملت دي كيو ليها، يبقى هي خرجت من الكيو، صح؟ بس مين اللي دخل مكانها؟ الواحد لفوق، صح؟ بس خلينا بقى عشان ما نلخبطش نفسنا، احنا واحد لفوق دي هي ليها نيبر، صح؟ ليها كام نيبر؟ واحد، اللي هو ايه؟ ان انا اتحرك شمال، دي النود الوحيده اللي اقدر اروح لها من هناك، فبالتالي هيبقى ايه؟ اثنين. حلو. طيب تعالى اما نرجع هنا، احنا قلنا ايه؟ كده خلصنا النود دي، صح؟ هل دي النود اللي هي دي واحد لفوق دي ليها نيبرز تانيين غير ان انا اتحرك شمال؟ لا، ملهاش نيبرز تانيين، فخلاص انا كده ايه؟ هعمل لها ايه؟ هروح مطلعها من الكيو. ركز كده اهي. هروح لانهي نود بعدها؟ اللي هي ايه؟ واحد شمال. حلو. طب النود دي انا عندي فيها كام اوبشن؟ ثلاثة، اللي هم ايه؟ يتحرك لفوق يا شمال يا لتحت. حلو. طيب تعال نبص هنا، دول كده الاوبشنز، احنا هيخشوا بانهي ترتيب؟ هيخشوا بترتيب احنا قلنا فوق بعد كده شمال بعد كده تحت، وانا مزودينهم في الكيو، صح؟ هل هتروح النيبرز بتاعت تتفرج على المنظر اللي تحت؟ لا، هتعمل ايه؟ هتشوف ان انت عندك ثلاثة اوبشنز، اللي هم ايه؟ واحد اثنين ثلاثة، اللي هو اتحرك يا لفوق يا شمال يا لتحت. هل هتروح تكسبلور النودز دي؟ لا، انت بتعرف ان في نودز موجودين، فانت بتعمل لهم فيزيت. بس هل بتعمل اكسبلوريشن لكل واحدة فيهم؟ لا، انت مجرد ما تعمل، انت بتعمل فيزيت لانهي نود؟ لنود اللي هي واحد شمال، وهتعمل لها اكسبلوريشن. انت دلوقتي بتعمل لها ايه؟ اكسبلور. فانت بتبتدي تشوف النيبرز بتاعها، ايه النيبرز بتاعها؟ ايه النودز اللي انا ممكن اوصل لها من النود دي؟ وفي بيني وبينهم وان موف اللي هو الايدج يعني بتاعي. حلو. فهتروح نفس الكلام، هتروح رايح هنا. فبالتالي احنا خلي بالك ان احنا بنبص على الكيو، خلي بالك انت دايما عينك على ايه؟ على الكيو. مين اللي على وش الكيو دلوقتي؟ مين كان اول واحد داخل اصلا؟ اللي هو الواحد، صح؟ اللي هي واحد اللي تحت، صح؟ وما عنديش غير اوبشن واحد اللي هو ايه؟ ان انا اتحرك شمال. حلو. فهتلاقي عندك اللي هي 2 برايم دي، فبالتالي ده يبقى شكل البازل بتاعك. لو انا في مشكله، المفروض ان انت منطقي، بس هسألك سؤال بقى، تخيل لو كان ده ستاك، كان ايه اللي هيحصل؟ تعال نبص كده، لو انت كنت شغال ستاك هتقول والله انك هتطلع انهي واحد الاول، هتطلع لتحت. حلو. لما تيجي تكسبلور ساعتها، هل هتشوف واحد وواحد اللي قدام دول، ولا انت هتكمل طالما دقيت سكه هتفضل دايس معاها؟ هتفضل مكمل. حلو. فعشان كده احنا هنا محتاجين ايه؟ كيو. ليه؟ لان انا محتاج افضل في نفس الليفل، فنفس الليفل دي معناها ايه؟ النودز اللي دخلت من الاول، ان انا لقيتها في البدري، فبالتالي ما ينفعش اخش على نودز في ليفل قدام قبل ما اخلص النودز اللي في الليفل اللي قبله. يعني انا بالتالي ما اقدرش اشوف اتنين شمال دي او اتنين فوق والكلام ده كله غير لما اخلص واحد وواحد وواحد. فبالتالي لازم واحد وواحد وواحد دول يطلعوا بره الكيو الاول، وبعد كده ابتدي اشوف الاتنينات، ابتدي اشوف الليفل اللي بعده وهكذا. طب تعالى نكمل، احنا كده قصينا الجزء اللي فوق من التري، فعشان ايه ما نلخبطش نفسنا. حلو. تعالى نبص كده، احنا هنا محتاجين ايه؟ احنا عندنا كام اوبشن؟ اوبشنين، يا شمال يا لتحت. فدي كده ايه؟ موف رقم كام؟ 3 عشان اللخبطه. حلو. فانا عندي اوبشنين، ان انا اجيب كده وده كده، صح؟ ان انا اتحرك، اخلي البلانك تتحرك شمال يا تتحرك لتحت. طيب سؤال بقى، هيخش الكيو ازاي بانهي ترتيب؟ احنا قلنا شمال فوق شمال تحت يمين، يبقى اول حاجه فوق اللي هو فوق مفيش، يبقى شمال اللي هي 3 شمال دي هي اللي هتخش الكيو الاول، وبعد كده هتخشها ايه؟ 3 لتحت. حلو. طيب هو سؤال، هي لو احنا كنا شغالين من غير ترافرسال، احنا مش محتاجين نعمل ترافرسال، احنا محتاجين نعرف السولوشن. وانس انك لقيت السولوشن، هي دي الجول ستيت اللي احنا عايزين نوصل لها، هنقول ايه؟
خلاص احنا كده المفروض نوقف سيرش، بس خلينا نكمل نقطه بقى صغيره دي كده النود اللي احنا عايزينها. بس تعالى نبص هنا نكمل كده بقى الكيو ونتفرج على منظر ايه اللي هيحصل هنا. لو انت بصيت هتلاقي ان انت عندك هنا ثلاثه اوبشنز صح، بنفس الطريقه هيخشوا ترتيب ازاي، شمال تحت بقى كده يمين، اخر واحده هتخش الكيو بتاعك. حلو، بس تعالى نبص هنا لاحظ حاجه، سؤال، هو ده مش ده انت شفته قبل كده اللي هو 3 لتحت 3 برايم لتحت ده؟ طيب سؤال بقى، هل دي لازم تتحط في الكيو ولا ما ينفعش تتحط في الكيو؟ لو فكرت فيها دقيقه كده هتلاقي ان دي ما ينفعش تتحط في الكيو. ليه؟ لان دي نود اوريدي فيزيتد. ليه؟ لان هي مش هي دي، هي نفس دي. يبقى بالتالي لو انت عملت لها فيزيت مره، لو انت تخيلتها كجراف حقيقي هتلاقي ان الايدج ده في الحقيقه المفروض ما يبقاش ماشي هنا، لازم يكون رايح فين؟ لازم يكون رايح لنفس المنظر ده. فبالتالي دي نود انت عملت لها فيزيت قبل كده، فبالتالي مش محتاج تعمل ايه؟ تعمل لها فيزيت. فهتروح شاطب عليها وايه؟ معتبر وشايلها من الكيو لان انت مش محتاجها. وهكذا. هتفضل تكمل، لو انت عايز تكمل ترافرسال هتقف عند كل واحده فيهم تطلع، هتكمل ساعتها ايه؟ اللي هو 2 برايم شمال و2 اللي تحت و2 دبل برايم شمال وهكذا. وتفضل تكمل في الكيو لغايه لما تبتدي تشوف وتبتدي بقى ايه؟ تبتدي تعمل دي كيو، تبتدي تطلع حاجات من الكيو وتكمل السيرش بتاعك. بس احنا في الحقيقه احنا محتاجين ايه؟ ان احنا وانس ان احنا وصلنا على الشمال ده، ان احنا وصلنا للجول نود بتاعتنا، فاحنا خلاص خلصنا. طيب اعتقد كده ايه؟ احنا مغطيين ال بريث فيرست سيرش خلاص كده تمام. طب احنا لو عايزين نشوف بقى الديبس فيرست سيرش، الديبس فيرست سيرش مختلف شويه. احنا كنا بنقول ايه؟ ان احنا عايزين نكسبلور بالعرض الاول، يعني احنا عايزين نتحرك بعرض الجراف، يعني عايزين نشوف النودز اللي في نفس الليفل الاول وبعد كده نخش على الليفل اللي بعده. المره دي العكس. يعني ايه؟ يعني انا واقف عند نود معينه لقيت نيبرز، انا عملت فيزيت للنود وعملت اكسبلور لقيت نيبرز صح؟ طب النود اللي انا فيها دي ممكن يبقى ليها نيبرز تاني، مش مهم، كمل. هتعمل ايه؟ هتخش للنود اللي بعدها تشوف ايه؟ والله هتفضل مكمل 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 لغايه لما تلاقي نود معينه مش لاقي لها اي اسمه ايه ده؟ نيبرز جنبها. ساعتها هتعمل ايه؟ هل هترجع تشوف اللي انت سبتهم في الاول خالص؟ لا، انا هعمل ايه؟ انا هرجع خطوه واحده بس لورا، ليفل واحد بس لورا، لغايه لما الاقي ليفل انا لسه ما فيهوش نيبرز. هو الكلام يبدو ابستراكت شويه، فتعالى نشوفه كده ايه؟ كاكزامبل هيبقى اوضح. حلو؟ تعالى كده نبتدي. انا عايز اوصل، عايز اتحرك من الزيرو وابتدي اعمل الرن. تعالى بص كده. هو اول حاجه لقاها ايه؟ واحد. زي ما قلنا هو بيختار الرقم الاقل، فهو من 0 ل 1 2 و 3 بالنسبه له، لا هو هختار واحد الاقل. حلو. طب سؤال، احنا كنا لو كنا بي اف اس كنا هنعمل ايه؟ كنت هتقول ان انا عندي الواحد، ان انا دلوقتي الزيرو عندي ليها كام نيبر؟ 1 2 3 4. حلو. هو بص كده ركز هيعمل ايه؟ هو لقى نيبر هيروح لها، مش هيفكر بعد كده في حاجه تاني. حلو. طب بعد كده هيعمل ايه؟ هيروح لقى نيبر صح؟ خلي بالك هو هنا 5 و6 فاختار الخمسه. طب لقى نيبر تاني صح؟ تمام. بعد كده هيقف عند الخمسة، الخمسة دي لقى منها نيبر صح؟ هيروح عامل ايه؟ رايح للاتنين صح؟ تعالى بص كده بقى، هو الاتنين دي هيلاقي منها نيبر لايه؟ للزيرو صح؟ دي نوت فيزيتد دي، يبقى هو ساعتها هيعمل ايه؟ يبقى انا كده السكة دي مقفولة، يبقى انا كده ما عنديش أي نوت جديدة أروح لها في المسار ده، فهتعمل ايه؟ هيرجع خطوة لورا، فيروح واقف عند الايه؟ واقف عند الخمسة. هيلاقي في مسار، هل كان في مسار بديل ينفع امشي؟ فهيلاقي ان برضه مفيش فايده، هيروح عامل ايه؟ راجع كمان مره للواحد، يقف عند الواحد. هل لقى اوبشن تاني ان هو يقدر يكمل بيه؟ اه، هيروح عامل ايه؟ رايح للست وهكذا، هيختار بين اربعه وسبعه، هيختار انهي؟ اربعه. حلو؟ هيقف عند الاربعه، هيبقى عنده اوبشنين، يروح للزيرو الاول اللي هو رقم اقل، فهيلاقي ان الزيرو دي انا رحتها قبل كده، بعد كده هيروح للسته، هيلاقي ان انا نفس النود اللي انا كنت جاي منها، فما عندوش اوبشن غير ان هو يروح فين؟ يروح للسبعه. وهكذا. هيكمل طبعا عشان هو لسه النود دي ما وصلهاش اللي هي رقم كام؟ ثلاثة. طب هو ليه هنا رجع الاربعه؟ هيرجع الاربعه الاول ليه؟ لان السبعه خلاص هي ديد اند كده بالنسبه له، لان السبعه هو ليها اتنين نيبرز اللي هم مين؟ اربعه وسته، ودول اوريدي في فيزيتد، فهحتاج اعمل ايه؟ هرجع كمان ليفل لورا وهكذا. هيروح راجع للاربعه، ومن اربعه هيرجع للواحد. كل ده لغايه دلوقتي مش لاقي اي نود يلاقيها يشوفها، فيرجع ساعتها يروح يعمل ايه؟ يشوف الاثنين وبعد كده يشوف ايه؟ الثلاثه. طبعا هلاقي ان الاثنين هي نود انا عملت لها فيزيت قبل كده، فكده انا خلاص ايه؟ خلصت الترافرسال بتاعي وعملت فيزيت لكل النودز بتاعت الجراف. طيب تعالى نشوف الكلام ده هنعمله ازاي كالجوريزم. انت هتعملها ايه الفرق
هو الفرق الجوهري بين الاثنين هي تركية واحده خالص، ان انا بدل ما هستخدم الكيو هستخدم الستاك. ليه؟ لان انا عايز، مش عايز ارجع افضل في نفس الليفل، انا عايز اوصل لاخر ليفل ديب انا وصلت له في الجراف، ابتدي اطلع منه النودز اللي انا عايز ارجع لها. يعني ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي هتعمل انيشاليزيشن، هو الجزء الكود اللي في الاول اللي هو ايه، ان انا عندي حاجه اسمها ستاك وعندي حاجه بعمل لها بوش للانيشال ستيت بتاعتي، واروح واقف واعمل فيزيت، اعمل ليست اسمها فيزيتد عشان اشيل فيها الفيزيتد نودز اللي انا عملتها، عشان اعمل ايه لو في اي دوبليكيشن ابقى عارف ان النود دي انا عملت لها فيزيت فمش محتاج اروح لها تاني. حلو، تعالى كده نركز. هو بيقول لي ايه، وايل ان الستاك بتاعتي مش فاضيه، يعني انا عندي نودز اشتغل فيها، اول حاجه هتعمل ستاك بوب. يعني ايه؟ طب خلي بالك ان احنا دلوقتي في اول مره الستاك بتاعتي ما فيهاش غير ايتم واحد. حلو، فهتروح للكرنت الستيت دي، هتبقى هي دي الستيت اللي انا واقف عندها. باي ذا واي عشان محدش برضو يتلخبط، هي في امبلمنتيشن مختلف بيبقى شغال ريكيرجن، الاثنين شغالين والاثنين نفس الاداء. يعني هو دي عباره عن بريفرنس، يعني انت لو اي معظم الكتب بيبقى بتحط الاثنين امبلمنتيشنز، بس هو الامبلمنتيشن بتاع الكيو مستو ان هو ابسط شويه، يعني بتاع ريكيرجن بيبقى محتاج ميموري اكبر شويه، بس في الحالتين الاثنين موجودين والاثنين شغالين. يعني طيب تعالى نبص كده، لو الستيت الاف كونديشن هو ده عباره عن تشيك عشان اعمل ترمينيشن كونديشن، اللي هو ايه، لو انا لقيت النود اللي انا عايز اوصل لها او الجول ستيت بتاعتي خلاص هوقف، هقول ان ده الباز بتاعي، وابتدي اقول ايه، ان انا خلاص كده، يعني انا كده المفروض خلصت اللي انا عايزه. طب ما لقيتوش، لكل adjacent نود او كل تشايلد للكرنت ستيت بتاعتي هتعمل فيه ايه؟ لو هو مش فيزيتد هتروح حاطه في الستاك. حلو، نسال بقى السؤال، لو هو ده كان كيو كان ايه اللي هيحصل لما تيجي تعمل هنا بوب للستاك؟ هيطلع لك اخر حاجه ولا اول حاجه؟ لو كان كيو هيطلع لك اول حاجه دخلت لها، اللي هي كانت سؤال، دي هتبقى نود انت شفتها في الاول خالص ولا نود لسه شايفها في الليفل اللي فات؟ لا، هتبقى نود انت شفتها في اول ليفل خالص، فبالتالي هيبقى ايه اللي هيخليك هتكسبلور ازاي؟ هترجع لفوق خالص لاول الجراف، تبتدي تشوف ايه؟ نودز ثانيه ايه؟ في نفس الليفل اللي هي ايه؟ نفس الفيرتيكال، نفس الهوريزونتال ليفل اللي هو في نفس الهيراركي بتاعك. طب سؤال بقى، لو هي ستاك ايه اللي هيحصل؟ هو هيطلع انهي نود الاول؟ هيطلع النود اللي لسه داخله، فبالتالي ايه اللي هيحصل له؟ انا مش هطلع غير سلمه واحده بس اللي هي ايه؟ للنود اللي انا كنت جاي منها بس. ليه؟ وده مش بقى، انا مش بعمل كده لاي هدف. ليه؟ انا بعمل كده لهدف بسيط اللي هو ايه؟ انا النود اللي انا فيها دلوقتي مش طالع منها اي ادجز لنودز جديده، فانا مش لاقي اي نودز جديده اروح لها، فهعمل ايه؟ هاخد خطوه بس لورا وهكمل تدوير. لكن في الناحيه الثانيه في البي اف اس لا، انا بتحرك بالعرض، انا بشوف الاوبشنز بتاعتي طول ما انا ماشي، وبالتالي اقدر اقول ان انا لا خلاص، لو هي دي انا لازم اخلص كل واحده من فوق الاول وبعد كده ابتدي اتحرك لتحت. طيب اشهر يعني بروبلم بتتحل بالدي اف اس التوبولوجيكال سورت اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول، اللي هي ايه، لو انت عندك حبه تاسكس ورا بعض فانت عايز تعمل لهم اسمه ايه ده، تشوف سورت ليهم او تشوف طريقه ان انت ترتب التاسكات دي بيها عشان تشوف الباث اللي لازم تمشي عليه عشان تراعي البريسنس ريليشنز بتاعتك. يعني ايه؟ يعني لازم تاسك ايه تخلص قبل تاسك بي، فبالتالي لازم يعمل لك سورتنج ليدي. طب حاجه زي دي هتبان ازاي؟ هتتحل، مش هتتحل بالبي اف اس، هتتحل بالدي اف اس، وممكن ابعت لكم لينك اصلا موضح ازاي، يعني حاجه اسمها توبولوجيكال سورت شغاله ازاي يعني. تمام، فهي دي الفكره. انا هنا هروح اهو، هروح اشوف ثلاثه، هروح اشوف واحد، انا ايه اللي هيخليني ارجع من واحد؟ ان انا مش لاقي حاجه من واحد فهرجع على خمسه، بص عند خمسه، لكن هل هرجع اشوف 8 او 25 دول؟ ركز تاني، انا رايح هنا لخمسه، رحت لواحد ما لقيتش حاجه هرجع اشوف اثنين، رجعت هبقى ساعتها هرجع لثلاثه ابتدي اشوف بقى ثلاثه دي كانت ميها نيبرز عاملين ازاي؟ وهيبان قوي في التري الطويله دي. لو انت ركزت تاني مع الانيميشن هتلاقي ان هو بيمشي هنا ويرد ويرجع ويرد ويرجع ويرد ويرجع. هل بيبص على الثمانية دي خالص؟ لا، ما بيبصلهاش غير امتى؟ غير لما يبتدي يلاقي الاربعه دي والتسعه، وبعد كده يبتدي ما يلاقيش حاجه تانية هنا فيبتدي يرجع خطوه لفوق، ما يلاقيش حاجه هنا يرجع خطوه لفوق كمان يبتدي يلاقي الثمانية دي تاني. تمام، فهي دي الفرق اللي بين الاثنين. لو ده الفيجواليزيشن اللي احنا عايزين نتكلم فيه، انت لو جربت بقى تحل، نرجع نحل نفس اللي هي الايت بازل دي، لو انت عايز تحلها تجرب تحلها بالديبس فيرست سيرش هتلاقي ان حلها اسرع بكتير من الديبس فيرست سيرش، لو انت مختار انيشال ستيت كويس. يعني لو انت حظك في انيشال ستيت كويسه بتيجي بالمرحله عدد حركات قليل، هتلاقي نفسك انك وصلت بسرعه للتارجت بتاعك. اوكي، ده المفروض اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. لو في عندكم اي اسئله طبعا ابعتوها لمصطفى وهو يبعتها لي يعني، او ما فيش مشكله. غالبا السؤال ده لما بيجي في الامتحان بيبقى غالبا اسئله من نوعيه اللي هو انا بدي لك جراف وبقول لك وريني لو انت هحله بي اف اس او دي اف اس،
هبتدي اختار على انهي اساس، او بشمال اصح اختار على انهي اساس، هبتدي يقول لي ايه الباثز او ايه الترافرسال اللي انت هتعمله، او الترتيب النودز في الترافرسال بتاعك. زي ما كنا بنقول انت لازم يبقى، لو انا هسالك فيها في امتحان هقول لك رول معينه عشان نبقى كلنا كونسيستنت مطلعين نفس الحل، يا اما هقول لك ابتدي دايما بالنود اللي هي بالفيرتكس اللي لها رقم اقل، او النود اللي لها رقم اقل، يعني انت من زيرو لو انت واقف عند زيرو فعندك اوبشن واحد واثنين وثلاثه فروح لواحد، يا اما زي ما سالت البازل هقول لك دايما ايه فوق بعد كده شمال بعد كده تحت وهكذا. هيبقى عندك رول تختار بيها لو انت عندك اكتر من نود انت المفروض تحطهم بانهي ترتيب في الكيو او انهي ترتيب في الاستاك بتاعك عشان نبقى كلنا مطلعين نفس الحل. تمام. بس كده انا كده خلصت، انا عايز اقول النهارده شكرا لكم.